مرحلة جديدة من مكافحة جائحة كورونا تبدأ الآن في عدد من دول العالم، والتي أعطت موافقة نهائية لتطعيم الأطفال بين سن 5 سنوات إلى 11 عاما بلقاح كورونا. الولايات المتحدة الأمريكية انضمت لتلك الدول بعد أن أعطت موافقتها النهائية على استخدام لقاح فايزر لهذه الفئة العمرية بعد أيام من الحصول على إذن من إدارة الغذاء والدواء، ما يمهد الطريق لتطعيم ما يصل إلى 28 مليون طفل. وفي السعودية أيضا أكدت هيئة الغذاء والدواء أنها أجازت استخدام لقاح شركة فايزر للوقاية من فيروس كورونا للفئة العمرية من 5 أعوام إلى 11 عاما أيضا، مضيفة أن موافقتها جاءت استنادا على البيانات التي قدمتها الشركة، وبيّنت أن اللقاح قد استوفى المتطلبات التنظيمية الخاصة بذلك. بذلك تنضم السعودية لدولة الإمارات التي وافقت على استخدام لقاح فايزر لتطعيم الأطفال في نفس الفئة العمرية بعد أن كانت تستخدم لقاح سينوفارم الصيني للأعمار من سن 3 إلى 17 عاما. كذلك ذكرت وزارة الصحة الفلبينية أنها تدرس إمكانية توسيع نطاق تطعيم الأطفال ضد فيروس كورونا خلال العام المقبل ليشمل الأطفال دون سن 12، فيما أعلنت السلطات الإندونيسية تطعيم الأطفال من سن 6 أعوام إلى 11 عاما بلقاح سينوفاك الصيني. إذن هي نقطة تحول في المعركة التي تخوضها البشرية بتحصين الأطفال ضد الفيروس المميت الذي أثر على كافة مناحي الحياة في جميع دول العالم. أهلا بحضراتكم مشاهدين الكرام. الحوار الثاني في من القراء. وزارة التربية والتعليم دعت طلاب المدارس الثانوية العامة والثانوية الفنية بمختلف أنواعها إلى التطعيم اللي هو خلال الفئة العمرية من 15 ل 18 سنة، أو بشكل عام اللي هم أقل من 19 سنة. دي جهود بتحاول فيها وزارة التربية والتعليم بالتأكيد مع جهود الدولة المصرية وزارة الصحة والوزارات المختلفة لمواجهة الموجة الرابعة ومواجهة كورونا بشكل عام. طيب للمزيد برحب مع حضراتكم بضيفي في هذا الحوار الدكتور أشرف عمر، أستاذ الكبد والجهاز الهضمي بكلية طب القصر العيني جامعة القاهرة. دكتور منورني. أهلا بحضرتك. أهلا بيك. أولا طمنا الموجة الرابعة دكتور بشكل عام. الموجة الرابعة ابتدت، احنا في الوقت في الموجة الرابعة بادية بقالها فترة. احنا لسه ما وصلناش للماكسيمم او للمرحله الكبيره، لكن يعني يمكن هتستمر معانا مده على الاقل 2 لـ3 شهور. والاعداد للاسف في ازدياد، لان زي ما حضرتك عارف الفتره دي بالذات هي فتره الخريف وبدايه فصل الشتاء، بيبقى فيه مع هبوط في درجات الحراره بيبقى فيه زياده في انتشار الفيروس، وبيساعد على دخولنا في موجه جديده. يعني يمكن فصل الصيف كانت الحالات ابتدت تقل خالص، مع دخولنا بقى في بداية الخريف وفصل الشتاء دخلنا في بداية ازدياد مرة أخرى في حالات الكورونا اللي هي بنسميها الموجة الرابعة. طيب دكتور وسنظل يعني كده على فكرة، يعني احنا في الفترة القادمة احنا هنظل بصورة موسمية، ان الحالات بتقل الفترة وبتزيد فترة تانية الى موجات، الى ان يشاء ربنا ان هو احنا بنتكلم من الناحية العلمية يتحول الوباء الى بدل ما هو يبقى وباء يبقى مستوطن مرض. يبقى مستوطن يعني مرض عادي بيجي وناخد له علاج او لقاح وينتهي وهيبقى كل فتره او كل سيزون او كل فتره موسميه هناخد اللقاح زي فيروس الانفلونزا بالظبط. طب دكتور برضو يمكن الناس تسال قبل ما نتكلم على التربيه والتعليم وطلاب المدارس، هل نفس الاعراض بتاع الموجه الرابعه هي نفس الاعراض اللي كنا بنعاني منها في الموجات السابقه، اكثر تاثرا كبار السن وما الى ذلك؟ يعني قول لنا برضو هل في جديد ولا الامور الحمد لله ما فيش جديد، هو نفس سرعه الانتشار، ما شفناش زياده في حالات دخول المستشفى او زياده في حالات الوفيات عن الموجات السابقه، ودي حاجه برضو يعني كويسه. بس انا عايز اشير لحاجه، انه احنا سنظل في الموجات المتتاليه وسنظل في عايز اقول عدم الخوف من انه هو يبقى في تحورات، لان زي ما قلنا ان فيروس الكورونا ده زي فيروس الانفلونزا بالظبط، كل شويه بيتحور. زي ما احنا عارفين احنا فيروس الانفلونزا كل سنه بناخد في لقاح جديد،
ليه؟ لانه النوع الفيروس اللي خدناه السنه اللي فاتت تحور وبقى مختلف السنه الجديده، وبالتالي بناخد تطعيم جديد. هو الكورونا كده بالظبط، هو سريع التحور وهيفضل يتحور، فما نخافش من انه ده حصل مش عارف في نوع بتحور اسمه ايه واسمه دلتا واسمه دلتا بلس. مش عايزين الناس تخاف من التحورات دي، لان هذا هو التطور الطبيعي للي بيحصل للفيروس، وان شاء الله هتبقى التطورات دي في وقت من الاوقات هتضعف الفيروس مش هتقويه ان شاء الله يعني. طيب عظيم جدا دكتور. يعني وزارة التربية والتعليم دعت طلاب المدارس الثانوية ل يعني اخذ اللقاح كورونا، اهمية ده وحضرتك شايف انعكاساته ازاي، والفئة العمرية دي تحديدا تأثيرها لو لا قدر الله اصيبت بالفيروس بيكون ازاي؟ حضرتك عارف مع بداية ظهور اللقاحات كان في فئة عمرية محددة المصرح لها ان هي تاخد اللقاحات، وده لانه الفئة العمرية الاقل او الاصغر ما كانش لسه نتائج اللقاحات عليهم بانت، او ما كانش نسبة الحماية بتاعتهم بانت، او نسبة السيفتي او درجة الامان. مع مرور الوقت وبانت ان الفئة العمرية الصغيرة دي درجة الامان فيها ما فيهاش مشكلة خالص، فطبعا كان الدولة طبعا حريصة كل الحرص على ان الموسم الدراسي للطلبة يبقى موسم دراسي ناجح. وكانت الناس اولياء الامور كان زي ما حضرتك عارف بتشتكي انه الامور مش ماشيه كويس، الموسم الدراسي الاولاد قاعدين على طول في البيت عشان بينزلوا ياخدوا كورونا ويرجعوا تاني، او بيساعد على انتشار الكورونا. طيب المنظومه كلها كانت فيها مشكله. مع ظهور اللقاحات والحمد لله الدوله الحق يعني الحق يقال موفره كل انواع اللقاحات. هو بس انا عندي سؤال يا دكتور اتفضل عشان نكمل بس النقطه دي. وحتى ممكن نتكلم فيها على المستوى العالمي. هل تطعيم الفئات اللي هي اقل من 19 سنه هل ده امر متعلق بالتجارب العلميه عليهم ولا متعلق بتوفير اللقاحات؟ يعني عندنا لقاحات طب ننزل بقى بالسن، انا بتكلم حتى كمان على المستوى العالمي. ولا الامر متعلق بتجارب علميه اجريت على هذه الفئه العمريه ومن ثم اجازوا تلقيحها؟ ده سؤال مهم جدا. أشكرك. ويعني في الصميم يعني الإجابة للسببين. السبب الأول طبعا ما كانش فيه عدد يكفي أو المتاح من اللقاحات. صحيح. يكفي كل العالم. أكيد يعني. وفي نفس الوقت برضو زي ما أشرت لحضرتك أنه ما كانتش النتائج للفئة العمرية الأصغر سنا كانت بانت، أو مدى أمان تطعيم لهذه الفئة العمرية. لما الاثنين دول توفروا بقى في لقاحات بعدد وافر، زائد ان درجة الامان بالنسبة لهذه الفئة العمرية كويسة، بقى يبقى اذا احنا نزلنا بالفئة العمرية في اللقاح. ده اللي حصل بالظبط. طيب هو برضو ممكن حد بيشوفنا دلوقتي يسأل يقول لك مصر بفضل الله اصبحت عندها مخزون كبير من اللقاحات. بننتج وبنستورد برضو لقاحات متعددة من كل دول العالم. هل بعد شوية لما نطعم اللي هم طلاب المدارس الثانوية ممكن ننزل بقى نقول كمان اللي اقل من 15 سنة اللي هي مثلا 10 سنين فيما فوق؟ هل ده ممكن ولا ده امر متعلق بالتجارب العلمية طبعا. واحنا مرتبطين باللي بتقوله منظمة الصحة العالمية في هذا الإطار؟ احنا طبعا مرتبطين بالعلم ومرتبطين بدرجة الأمان، حتى لو عندنا لقاحات متوفرة. فإحنا دايما العلم هو الأصل والأساس، وتوفير درجة الأمان. يعني درجة الأمان دي نحط عليها خط بالأحمر. توفير الأمان، مش معنى أنه في لقاحات جديدة أن أنا دي لأي حد، لا، لازم تكون عليها تجارب، وهذه التجارب بتؤكد درجة الأمان المطلوبة. ساعتها ممكن ننزل لأكتر من كده، لكن طالما لسه في طور التجارب يبقى احنا ملتزمين بالفئه العمريه اللي اتعمل عليها تجارب مظبوطه. صحيح. اجازتها منظمه الصحه العالميه. بالظبط. طيب هل يا فندم يعني معروف ان الاعراض بالنسبه للكبار بتكون اعراض يعني خلاص احنا حفظنا الاعراض بتاعت كورونا. طيب فيما يتعلق بالفئه العمريه اللي هي المستهدفه حاليا اللي هي من 15 ل 18 سنه. لما بيجي لحد فيهم كورونا بيكون تاثيرها ازاي؟ وبيتعافى بعد قد ايه؟ يعني الامور دي بتكون ايه؟ الحقيقه احنا لاحظنا ان الفئه العمريه الاصغر سنا يمكن جهاز المناعه في عوامل كتيرة علميه يعني، لكن هو يمكن العامل الاصلي او الرئيسي هو ان جهاز المناعه بتاعهم قد يكون اكثر قوه من الفئه العمريه الاكبر سنا الخمسينات او الستينات.
وبالتالي بتبقى درجة الإصابة بتبقى ما هياش كبيرة، وبالتالي المضاعفات بتبقى قليلة في هذه الفئة العمرية. طب حضرتك هتقولي طب احنا ليه هنطعمهم؟ هنطعمهم لسبب انه هو علشان وجودهم مع بعض في المدارس وفي المعاهد وفي الجامعات ده بيساعد على الانتشار، لكن لما يكون هذه الفئة متطعمة هتقلل جدا من انتشار الفيروس في المجتمع، وده المطلوب. ان احنا زي ما قلنا، ويمكن حضرتك سألتني السؤال ده، ايه درجة فعالية التطعيم؟ وليه يعني مضطرين ناخده ليه؟ مضطرين ناخده ودرجة فعاليته ايه؟ ان هو بيمنع المضاعفات وهذا يكفي، بيمنع الانتشار، بيمنع دخول المستشفيات، بيمنع المضاعفات القاتلة اللي بتؤدي الى الوفاة. وده في حد ذاته حاجة كويسة، لان لما نراجع على مر التاريخ التطعيمات اللي احنا خدناها حتى واحنا صغيرين، التطعيم بيحمي الطفل او بيحمي الانسان من مضاعفات خطيرة من مرض ما، وهو ده المطلوب. والله قدر يمنع بنسبة 100% خير وبركة، ما قدرش يمنع إذن هيقلل من المضاعفات اللي ممكن تؤدي الى حاجات خطيرة ودخول مستشفى ووفاة. ويمكن يعني احب اقول برضو حاجة مهمة، ان فيروس الكورونا مختلف شوية عن فيروس البرد او عن فيروس الانفلونزا. فيروس الكورونا ده فيروس بيصيب الجسم كله، الناس فاكرة ان هو بيصيب الجهاز التنفسي فقط. فيروس الكورونا ده فيروس بيصيب الجسم كله وبيعمل ثلاث حاجات، بيعمل تأثير مباشر على الجسم، على اجهزة الجسم مباشر، وبيعمل تأثير غير مباشر والتهابات مناعية قد تؤدي الى تجلطات في بعض الاماكن في الجسم. طيب التأثير غير المباشر اللي هو بتكون ازاي؟ وده الاخطر. بالظبط، التأثير المباشر ان هو الفيروس بيصيب مثلا عن طريق الانف، بيخش في الرئتين بصوره مباشره وبيؤدي الى التهابات مباشره بنحس بيها، بنحس بيها، يبقى في اعراض يعني بنحس. بالظبط، الفيروس الكورونا فوق ده بيعمل تأثيرات والتهابات مناعيه بتخلي الجسم يعمل رد فعل مناعي ضد الفيروس. رد الفعل المناعي ده في بعض الأحيان لما بيكون رد فعل عنيف وزيادة عن اللزوم بيؤدي إلى تدمير للمكان اللي موجود فيه، زي تدمير للرئتين أو تجلطات في الرئتين أو في القلب أو في أي مكان أخرى اللي قد تؤدي إلى الوفاة. فعشان كده احنا بنقول إن فيروس الكورونا ممكن يجي بصورة بسيطة جدا، ممكن يجي بصورة عنيفة جدا، نظرا لأنه الإصابة بتاعته ما هياش إصابة بسيطة زي البرد وزي الأنفلونزا. طيب هو الحقيقة من بداية كورونا دكتور يعني كل حالة من حالات كورونا من التجارب اللي شفناها أو سمعنا عنها بتكون مختلفة عن التانية، أو بمعنى أدق كل دكتور بيتكلم في أو بيعالج حالة من حالات كورونا بيكون له وجهة نظر محددة. بمعنى أنه ممكن تروح يكون حد عنده كورونا ويروح يكون عامل تحاليل فدي دايمر عنده فيه مشاكل، فيقول للدكتور طب أخد حاجة للسيولة، والدكتور يقول له لا ما تاخدش أي حاجة للسيولة، حد تاني يقول له لا خد للسيولة. فإيه المعايير المحددة يا دكتور اللي ممكن نلتزم بيها في حالة الإصابة بحالة كورونا اللي هي قد تكون شبه أو عليها شبه اتفاق؟ ده حاجة مهمة جدا أثرتها، وهو عدم الالتزام بالبروتوكولات. في بروتوكولات في بروتوكولات دولية وعالمية في تشخيص وعلاج ومتابعة الكورونا، وفي بروتوكول حطاه وزارة الصحة وحطاه اللجنة اللي هي مناط بيها علاج فيروس الكورونا اللي هو بروتوكول وزارة الصحة. صحيح، هذا البروتوكول كل شوية بتعمل له تجديد وبتعمل له نوع من المتابعة، وكل ما هو جديد بتحط في البروتوكول لأن هو بيواكب بروتوكولات الدولية والعالمية وبيواكب البروتوكول بتاع منظمة الصحة العالمية. مش أي حد بياخد دواء للسيولة، ده ليه نظام. ومش أي حد بياخد الكورتيزونات اللي عمالة بتتاخد زي البونبوني، ده ليها نظام. إذن ومش أي حد يعالج فيروس الكورونا لأن لابد أن الطبيب لابد أن يكون متخصص في علاج نوبات او فيروس الكورونا، لان بيكون مذاكر وحافظ وشاف حالات كتيره كورونا وعنده خبره في علاج فيروس الكورونا وبيطبق البروتوكول. بما ان في بروتوكول يبقى لابد من الالتزام بالبروتوكول. اي فندم، هي الفكره بس البروتوكول موحد لكن الاصابات مختلفه من شخص للتاني،
فازاي يطبق برنامج موحد او سيستم موحد على اشخاص مختلفين؟ هذا البروتوكول بيسمح بالتعددية وبيسمح بهذا اللي حضرتك بتقوله. بمعنى في حد عملنا له عنده الكورونا، بنعمل له التحليلات المعروفة بما فيها الدي دايمر والفيريتين وبعض صورة الدم والى اخره. طيب الدي دايمر ده ليه نسبة عالي بدرجة قد ايه؟ سرعة الترسيب عالية بدرجة قد ايه؟ الفيريتين عالي بدرجة قد ايه؟ مع وجود متابعة درجة صعوبة التنفس ونسبة الأكسجين في الدم. لما يكون الدي دايمر نسبته عالية قوي ده في والمريض هاي ريسك، يعني عنده درجة من درجات الخطورة، سنه كبير، عنده مشاكل في القلب، عنده سكر، عنده ضغط، ده مريض هاي ريسك. هاي ريسك يعني عنده درجة خطورة أعلى من الشخص الطبيعي. صحيح. سنا، وده لازم ياخد حاجة مضادة للتجلطات، يعني سيولة للدم. لو الموضوع تطور أكتر من كده وابتدى يبقى نسبة الأكسجين في الدم بتقل، فورا بياخد بياخد كورتيزونات بصورة معينة وبجرعات معينة ومقننة. طب لو شخص طبيعي مختلف عنده جاله كورونا وجات له بصورة بسيطة، ما عندوش كل الحاجات دي، دي دايما نسبته كويسة، ما عندوش صعوبة في التنفس، الأكسجين دايما فوق 95 98 94، نفسه كويس، ما عندوش حرارة، ده جاية له بسيطة. ده معناه ايه؟ ان احنا عندنا ثلاث أنواع من درجة الإصابة بالكورونا: إصابة بسيطة، إصابة متوسطة، إصابة كبيرة أو قاسية. البسيطة أو القاسية دول اللي بساعات بنديهم مضادات للتجلط وبنديهم الكورتيزون، وساعات كمان بيحتاجوا أكسجين يبقوا موجودين في المستشفى ويتحطوا تحت رعاية خاصة. كلام مظبوط. ادي الموضوع. لكن ان احنا هنعالج كل واحد زي هي هو مش بروتوكول واحد بيتطبق على الكل. ده بالظبط. انا عمري ما هنسى جات لي يعني سيده مثقفه جدا كانت في العياده، فبتقولي انا تعبت وسخنت شويه ومش وبعدين جريت على الصيدليه، فالصيدليه قال لا ده انت شكلك عندك كورونا، وراح مديها حقنه كورتيزون. والست ما عندهاش اصلا كورونا اصلا اساسا. وبعدين هي لو كان عندها كورونا، هو الكورونا بتتعالج بالكورتيزون؟ انا بضرب حضرتك مثلا. صحيح. والسيوله كمان يعني في مشاكل جامده جدا، اي حد عنده سيوله كورونا خد سيوله قلبيه. يعني اذا في العشوائيه دي في منتهى الخطوره، وارجو من الناس ان يكون عندهم درجه يعني كبيره من الثقافه ومن الوعي، ان مش اي حد بيعالج كورونا، مش عشان فلان اخد كذا 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 يبقى ده امر ينطبق عليه او جاره ياخد نفس العلاج بالظبط. ده حاجه خطا كبير جدا، ودي زي ما حضرتك عارف دي قصه كبيره قوي مع المصريين من زمان يعني. لكن ارجو انها لا تطبق في الكورونا باذن الله. دكتور، نصيحه حضرتك للمشاهدين. نصيحتي هو الاحتراز، كل الوقايه والاحتراز، الاجراءات الاحترازيه، هذا هو الحل المثالي. الماسك ده حاجه مثاليه وبتمنع من مشاكل كبيره جدا. يكون ماسك ليه مواصفات خاصه، وخصوصا بيستخدم في الاماكن المزدحمه، ده بيقي من شر كبير جدا. حتى لو انت خدت اللقاح، ده لا يعني لا مش طب هو في ناس خدوا اللقاح وجالهم كورونا. صحيح. لانه حطوا نفسهم في نفس الاماكن المزدحمه وفي وسط ناس عندهم كورونا، جالهم كورونا تاني. احنا قلنا ان اللقاح لا يمنع، لكن مفيد جدا في ان هو بيقلل من مشاكل ومضاعفات الكورونا. يبقى اذا الاجراءات الاحترازيه، وارجو ان الناس اللي ما طعمتش تطعم. احنا كان يمكن عندنا كان في الاول عندنا بعض التحفظات بالنسبه للتطعيمات، لان كانت حاجات جديده وكنا مش عارفين اثرها، لكن زي ما حضرتك شايف دلوقتي انه في ملايين من البشر اخذوا التطعيمات سواء جوه داخل مصر او خارج مصر. صحيح. وما شفناش مشاكل يعني تستدعي ان احنا نخاف او نجري او كلام مظبوط. يعني كلام مظبوط. فانا ارجو ان يعني ان ده هيبقى الاجراءات الاحترازيه من 1 لـ100 زائد التطعيم، اعتقد ان هو هيبقى فيه خير كبير جدا، ونستطيع ان احنا نحد من انتشار فيروس كورونا في المجتمع المصري. نورتني يا دكتور. اهلا بحضرتك. اشكرك. اهلا بحضرتك. الدكتور اشرف عمر، استاذ الكبد والجهاز الهضمي بكليه الطب القصر العيني جامعه القاهره، نورتني في هذا الحوار. شكرا جزيلا. شكرا. وانتم مشاهدينا الكرام لكم منا كل التقدير، حتى نلتقي في حوارات من القاهره، شكرا لكم والى اللقاء. الزميله لا حامد بعد قليل مع حضراتكم في صحافه الغد، في امان الله.